استقبل الوزير الأول السيد إسماعيل البدوي الشيخ سيدي صباح اليوم بمكتبه بالوزارة الأولى في نواكشوط سفير الولايات المتحدة الأمريكية ببلادنا سعادة السيد مايكل دودمان. تم خلال اللقاء تسليم التقرير السنوي الذي تصدره الولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا المتعلقة بالمتاجرة بالبشر كل أشكال عدم احترام حقوق الإنسان. جرى تسليم التقرير بحضور السادة إسماعيل ولي الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، حسن البوخريص مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيدي الملاي زين مدير ديوان الوزير الأول. وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في ختام اللقاء عن سعادته بحضور تسليم هذا التقرير السنوي وما حمله من إشادة ببلادنا. كما تعلمون حضرنا الآن أنا ومعالي سيد مفوض حقوق الإنسان مع معالي الوزير الأول سيد إسماعيل البدوي للشيخ سدياء تسليم التقرير السنوي الذي يصدر من الولايات المتحدة على قضايا التي تتعلق بالمتاجرة بالبشر والعمل العنيف أو كل أشكال ما يسمى بعدم احترام حقوق الإنسان في هذا الميدان. وحقيقة هذه فرصة لأن أهنئ الشعب الموريتاني وكذلك أن أهنئ فخامة الرئيس لأنه هذا التقرير هذه السنة يعترف بالجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة الموريتانية. وأنتم تعلمون هذه النقطة مهمة بالنسبة لنا لأنها تدخل في إطار الأولويات التي عبر عنها فخامة الرئيس حتى عندما كان فقط مترشح في مارس 2019 بفاتح مارس أعلن أن ستكون هناك من أكبر الأولويات عنده مكافحة كل أشكال التميز أو كل أشكال الغبن أو من لم يعطى لهم الفرصة أن يكونوا جزء من 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 ما توفره الدولة من وسائل وخدمات اجتماعية. وأظن أن اعتراف هذا التقرير اليوم بتقدم وخروج موريتانيا من لائحة كانت فيها منذ سنتين الآن لأنها دخلت هذه اللائحة قبل وصول فخامة الرئيس في 2018، خروجها اليوم من هذه اللائحة لتدخل في لائحة أخرى هذا أظن بحد ذاته إنجاز كبير يستحق اليوم الإشادة به والتهنئة كما قلت للشعب الموريتاني. ونحن ما نقوم به في الحقيقة لا يتعلق بلائحة وغيرها، لسنا هدفنا ليس أن نعمل من أجل أن نخرج من لائحة وغيرها، ما نعمل هو اقتناع هي رؤية لفخامة الرئيس ومهمة كما قلت عنده من بداية وكل ما تعهد به أمام الشعب الموريتاني هي أن نكافح كل أشكال التمييز أو كل أشكال عدم حصول كل المواطنين على ما توفره الدولة من بنى تحتية ومن خدمات اجتماعية. وأظن أن هذا اليوم التقرير الذي يأتي من الولايات المتحدة والتي يشرف الذي يشرف عليه وزير الخارجية الأمريكي وكذلك السيدة إيفانكا ترامب أظن أنه يدل على أن موريتانيا قامت بخطوات إيجابية إلى الأمام والجميع يعترف بذلك والمجتمع الدولي خاصة، وهنيئا مرة أخرى للشعب الموريتاني. كما أشاد السفير الأمريكي بعيد اللقاء في تصريح مماثل بما تضمنه هذا التقرير السنوي من جهود كبيرة بذلت الحكومة الموريتانية في مجال ترقية حقوق الإنسان ومكافحة الغبن ومنع الاتجار بالبشر. J'ai présenté le rapport annuel sur le trait humain qui était annoncé hier soir aux États-Unis à Washington. لقد قدمت خلال لقائي مع الوزير الأول التقرير السنوي حول المتاجرة بالبشر الذي أعلن عنه مساء أمس بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نقوم بتحليل سنوي لوضعية المتاجرة بالبشر في كل البلدان عبر العالم بما في ذلك الولايات المتحدة. إنها الذكرى 21 للقانون الأمريكي الذي ينص على هذا التقرير، والولايات المتحدة تعتبر في طليعة دول العالم فيما يتعلق بجهود الحماية والتصدي لظاهرة المتاجرة بالبشر عبر العالم.
هذا العام أشاد التقرير بموريتانيا وبالجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية خلال الأشهر الأخيرة، وسجل تلك الجهود بما في ذلك خطة العمل التي صادقت عليها الحكومة في مجال المتاجرة بالبشر، وصادق عليها البرلمان أيضا في مارس. ونحن جد مسرورين بمواكبة الحكومة الموريتانية في تنفيذ التطلعات في مجال حماية حقوق الإنسان وحماية ضحايا المتاجرة بالبشر، فقد شكل هذا جانبا مهما من برنامج رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية قبل سنة من الآن، وهو جزء من برنامج الحكومة الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية. وأشدد تأكيد سرورنا بالعمل مع الحكومة والمجتمع المدني الموريتاني على مكافحة المتاجرة بالبشر. ويمكنني أن أؤكد لكم أننا سنتابع التزامنا القوي مع الحكومة والمجتمع المدني في هذا الميدان وفي الميادين الأخرى. وللحديث عن هذا التقرير معنا في الاستوديو السيد حسن البوخريس، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. مرحبا بكم السيد مفوض. سيد مفوض، لقد أشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية حول الاتجار بالبشر الصادر أمس بالتقدم المهم الذي حققته حكومة بلادنا. ماذا عن فحوى هذا التقرير؟ شكرا. نختار في البداية نشكر الشعب الموريتاني على هذا النجاح الهام اللي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وهذا يبرهن عن الأهمية والنتائج اللي وصلت لها الحكومة في وقت وجيز ومعترفة بها الولايات المتحدة في تقريرهم اللي كان إيجابي حول موريتانيا. كما تعلمون برنامج فخامة الرئيس السيد محمد ولي الشيخ القزواني تعهداتي وضع إشكالية حقوق الإنسان وكل ما يتعلق بالقبن والتميز عنه، هو له يعود مركز أهمية السياسات العمومية. وعلى ذلك الأساس قامت حكومة معالي الوزير الأول إسماعيل والبدة ولي الشيخ سيدي بتجسيد ذاك الاهتمام سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار إشكالية حقوق الإنسان ككل. كما تعلمون حقوق الإنسان إشكالية أفقية تمس من تنمية ريفية. انطلاقا من ذلك سيد المفوض، نسأل ما الدور الذي يمكن أن يساهم به هذا التقرير في تقديم صورة ناصعة عن واقع حقوق الإنسان في بلادنا؟ هذا اولا شهاده من شريك وله من اضعف الشركاء بهذه الولايات المتحده، وهذه الشهاده منها قد ملي تبرهن الجماعات الاخرى اللي تتبع اشكاليه حقوق الانسان في موريتانيا، يكون لها هذا التقرير تقرير نموذجي يقدروا ينطلقوا منه به اللي موضوعي وقاضوا عين الاعتبار النتائج اللي وصلت الحكومه في وقت وجيز، وهذا مهم. حتى كيف ما تعرفوا ملي قبل هذا التقرير الدولة الموريتانية كانت جابرة صعوبات في التعاون على 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 الوضعية الدولية، بها اللي عندنا موقف الولايات المتحدة في مع الممولين ومع إشكالية حقوق الإنسان والتعاطي على هذا القطاع كان طارح لنا مشكلة. ومن اليوم الحمد لله ذيك إشكالية تخطيناها ولا هي نعود وفضعية أخرى قد من خلالها توضح للرأي العام والرأي الدولي عن موريتان قطعت مشوار كبير في مكافحة والتصدي لكل أنواع القبن ومتاجرة بالأشخاص. لا تعتقدون سيد مفوض أن هذا التقرير يجسد استراتيجية بلادنا في مجال حقوق الإنسان؟ لا شك أن هذا التقرير هو خلاصة وهو اللي النتيجة اللي وصلت لها السياسة المعقلة اللي قامت بها الدولة منذ شهرة من أغسطس جاي له، قامت بسياسة متوجهة شعور المواطن وسياسة انفتاحية وتشاورية، وكان ذاك الفضاء التشاوري اللي انطرح بين الحكومة والفاعلين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني اللي مهتمين بهذه الإشكالية، كان ذاك الفضاء
هو اللي أتى أكله اليوم وكان نتائجه برهن بهم هذا التقرير. فما تأثير أخيرا سيد مفوض، ما تأثير هذا التقرير على الأفق المستقبلي البعيد والقريب بالنسبة لاستراتيجية الحكومة في هذا المجال؟ المهم أن هذا التقرير أولا شجعنا عن على الطريق، ولكن المشوار مازال طويل به اللي إشكالية حقوق الإنسان أولا ديناميكية وتم تطور وظاهر لي عن هاو البرامج اللي قابضين اللي لاه يخلق إنشاء ثقافة حقوق الإنسان تستنتي من المدرسة لين يربى الجيل على احترام الإنسان وعن كل التحديات اللي مطرحة للبلد مطرحة على العالم بصفة عامة كتما الناس اللي تتبع الوضعية الدولية رأيك عن إشكالية حقوق الإنسان عاد إشكالية مركزية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الأساس دولة موريتانية مازال عندها اهتمام بهذا الموضوع، وإن شاء الله المستقبل واعد فيما يخص إشكالية والله الاستدلال إشكالية حقوق الإنسان في موريتانيا. تهانينا لكم السيد المفوض وللحكومة ولكل أفراد الشعب الموريتاني بهذا النجاح الباهر في هذا التقرير. شكرا جزيلا لكم السيد المفوض.